خلينا ناخده على التليفون على الاقل نكمل كلامنا معاه، لانه واضح ان في مشكله في الفيديو كونفرنس. توماس برحب بيه مره ثانيه، وكان سؤالي هكرره يعني سريعا جدا، ردود الافعال على خروج بايرن ميونخ من دوري الابطال امام ريال مدريد، وخصوصا ان في ناس اتهمت حكم او طاقم التحكيم وحكم الفار، حكم الساحه وحكم الفار، بان هم كانوا سبب مباشر في خروج البايرن وعدم تاهله للمباراه النهائيه. نعم بكل تأكيد الجمهور الألماني وجمهور الفريق البافاري كان غاضبا جدا وحمل المسؤولية بكل تأكيد على الحكم، وكلهم أجمعوا وحتى المسؤولين هنا والمحللين عندنا في ألمانيا أجمعت أن الهدف هدف صحيح، وكان على الحكم عدم إلغاء وعدم إطلاق الصافرة قبل أن تتم اللعبة أو الانتهاء من اللعبة، ولكن قام الحكم طبعا بالصفارة قبل طبعا رؤية المشهد أو رؤية الحالة، وكان عليه أن يصبر ويتأنى ويرى الحالة ثم يحكم، ولكنه تسرع وهذا أغضب الجمهور الألماني بكل تأكيد هنا في ألمانيا. مين تتمنى يتولى مسؤولية تدريب بايرن ميونخ في الموسم القادم أو الموسم المقبل؟ نعم نمتلك مدربين كثيرين، وأعتقد هناك أفكار كثيرة، مورينيو على سبيل المثال واحد من الأسماء المطروحة ويتحدث عنه الإعلام هنا في ألمانيا، وأنا أقول بكل ثقة أن أيضا مدرب بنفيكا الحالي هو واحد من المدربين الواعدين، وأنا شخصيا أرشحه لتدريب الفريق البافاري، وأعتقد أن الإدارة والفريق المتخصص في إدارة الفريق فريق بايرن ميونخ يعملون بجدية على تحليل الموقف وتحليل كل المدربين لاختيار المدرب الأنسب، وهناك فعلا حديث تم بالفعل ما بين الإدارة ما بين بعض المدربين، ولكن الأسماء كما ذكرت هم هؤلاء الأسماء الذين تم ذكرهم على الساحة في الوقت الحالي. هل كان في فتح القنوات تواصل بأي شكل من الأشكال أو حتى خلينا نسميها استطلاع رأي ليورجن كلوب اللي أعلن طبعا مغادرته أن الموسم ده هيكون الأخير ليه مع ليفربول؟ وهل من وجهة نظرك يورجن كلوب يصلح لقيادة بايرن ميونخ في البوندسليغا أو في المسابقات المختلفة؟ كان في شهر فبراير الماضي تم الحديث والتواصل مع توماس توخيل وعقد اجتماع مع الإدارة، وتم إبلاغه بأن هذا الموسم قد يكون هذا الموسم هو الموسم الأخير، وكان هناك أمل كبير أن يتم تحسن في النتائج، ولكن بعض الأعضاء من الإدارة رفضوا هذا القرار، وكان فيه انقسام، فيه هناك انقسام، هناك من كان يرحب بأن توماس توخيل يكمل الموسم للنهاية أو مواسم أخرى ويبني مع الفريق مشروع، ولكن معظم الآراء كانت في اتجاه طبعا الاستغناء عن توماس توخيل. ترددت أسماء زي هانس فليك طبعا المدير الفني السابق ل بايرن ميونخ، وتردد ايضا اسم يورجن كلوب انه كان في محاولات للتواصل معاه بعد ما تم الاعلان من فتره مش قليله عن قراره بانه الموسم ده هيكون الاخير في الانفيلد مع ليفربول. ليه هانس فليك قيل ايضا او تسربت معلومات انه هانس فليك رفض العوده لتدريب بايرن ميونخ، وانه يورجن كلوب يعني كان واخد قرار انه ما يمرنش لمده فتره، يعني استراحه محارب زي ما بنسميها كده، ما يرجعش للتدريب الموسم اللي جاي. نعم بالفعل كان هناك حديث وكانت في هناك أخبار وتسريبات كثيرة جدا بأن هانز فليك سوف يعود لتدريب الفريق البافاري بايرن ميونخ، ونعلم تماما أن هانز فليك كان له دور كبير جدا في تدريب بايرن ميونخ وحقق معهم إنجازات كبيرة ودرب طبعا المنتخب الألماني،
وكان ومن وجهة نظره هو من أقوى المرشحين، وأنا أعتقد أن هانزي فليك هو واحد من الأسماء الذين قد أو يستطيعوا إنقاذ الموقف الحالي، وعودته قد تكون عودة كبيرة للفريق البافاري على المسار الصحيح مرة أخرى، ده وهذا من وجهة نظري. ولكن وجود الآن ناجلسمان مع المنتخب الألماني هو أمر هام جدا للكرة الألمانية، يعني نبحث عن الاستقرار للفريق بايرن ميونخ وأيضا الاستقرار لمنتخب ألمانيا. ولكن أنا أعتقد أن هانز فليك قرر في النهاية أن يعني يأخذ بعض من الراحة وعدم تدريب أي فريق في الوقت الحالي، ده من وجهة نظري. شابي ألونسو نجم لفت أنظار العالم كلها وقدم موسم أكتر من رائع مع باير ليفركوزن وقدر يحقق مع لقب الدوري، اسمه لم يكن مطروحا في أي مناسبة لتولي إدارة بايرن ميونخ؟ نعم، هناك مدربين كثيرين ويعتبر من وجهة نظري هم من المدربين الأكفاء والتوب في العالم في الوقت الحالي، ولكن تشابي ألونسو أعتقد لديه خطة أخرى، لديه أفكار أخرى، أنه يريد أن يكمل الحقبة مع ليفركوزن لتحقيق أرقام قياسية أخرى، وخاصة بوجود ليفركوزن في الشامبيونز ليج الأوروبي للموسم القادم، فهذا طموح وتحدي جديد. أنا وهذا من وجهة نظري السبب من أهم الأسباب أن يكمل تشابي ألونسو تدريبه مع باير ليفركوزن لعام آخر، وسنرى. أنا أعتقد هو يمتلك خطة قوية، وأعتقد قد تطول هذه المدة، وأعتقد من وجهة نظري أن بعد 3 سنين من الآن قد يكون تشابي ألونسو هو مدرب لريال مدريد. طيب نروح من نسخة دوري أبطال الموسم اللي جاي للنسخة الحالية، إزاي بتشوف المواجهة طبعا المنتظرة في نهاية تشامبيونز ليج في بداية شهر يونيو القادم ما بين ريال مدريد وما بين بروسيا دورتموند، مع الأخذ في الاعتبار الحقيقة أنه الريال في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي أقصى فرقتين من أكبر فرق أوروبا، قدر يتغلب على السيتي ثم من بعدها قدر يتغلب على بايرن ميونخ، هل بتشوف أنه المواجهة محسومة أو أنه كفة الريال أتقل أو أنه أقرب لللقب من بروسيا دورتموند، ولا بما أن اللقاء أو النهائي هيقام من جولة واحدة في ويمبلي ففرصة الفرقتين متساوية؟ من وجهة نظري المرشح الأقوى هو ريال مدريد. نعم، أخرج مان سيتي وهذا دليل كبير على قوة الريال، ونعلم الريال ونعلم قوته وشخصيته طبعا المعروفة وخبراته الكثيرة في الشامبيونز ليج أوروبا، بالتالي له الحظوظ الأوفر والأكبر من وجهة نظري مقارنة ببروسيا دورتموند. وكما ذكرت حضرتك، نعم نتكلم على مباراة من جولة واحدة، مباراة واحدة حاسمة، بالتالي قد يحدث مفاجآت، وعلينا أن ننظر طبعا أن بروسيا دورتموند فريق أيضا فريق قوي تمكن من الوصول للنهائي، و طبعا بكل تأكيد كان هناك مواجهات سابقة أثناء البطولة، وقام بروسيا دورتموند بإخراج فرق أيضا كبيرة ومهمة، وأعتقد من وجهة نظري قد يحدث مفاجآت في الفاينل القادم بكل تأكيد. عايز أروح معاك لتجربتك أنت، يعني مشوارك مع الكرة الألمانية طويل جدا مع واحد من أعرق الأندية، سواء كلاعب مع بايرن ميونخ أو كمدير رياضي سابق طبعا لنادي فولفسبورغ، النادي اللي شهد بداية مشوار عمر مرموش نجم ومهاجم منتخب مصر الدولي. خليني أسألك الأول، شايف بداية عمر مرموش إزاي؟ وإزاي قدر إن هو يتطور مستواه سواء في فترات الإعارة أو حتى مع انتقاله لأينتراخت فرانكفورت؟ وشايف إمكانيات عمر تسمح له إنه يعني ينتقل لفريق أكبر في الدوري الألماني، ولا ممكن يكون عنده فرصة كمان في الانتقال لدوريات أخرى؟ Thank you.
عمر مرموش فعلا لاعب طور نفسه بشكل كبير حتى مع وجوده مع فولسبورغ في البداية لفت الأنظار في ألمانيا وفي البوندسليغا، وأنا أتصور أنه سوف يكون له دور كبير جدا ومكانة في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي في الأعوام المقبلة. فعلا هو لاعب يمتلك قدرات أيضا خاصة وقدرات رائعة تمكنه من اللعب لأفضل الأندية في العالم، وأتصور أنه سوف يلحق بالبريمير ليج وسنرى ذلك. وفعلا نعم أكرر أن عمر مرموش لاعب متطور، لاعب يبحث دائما على تطور نفسه، وأعتقد هناك كلام وحديث عن التحاقه بليفربول، وقد يكون له مكانة في ليفربول في الأعوام القادمة. أختم معك حواري وأسئلتي بسؤال عن استعدادات ألمانيا لاستضافة اليورو، وإزاي بتشوف البطولة اللي هتستضيفها ألمانيا على أرضها؟ عندها القدرة على الفوز والتتويج باللقب بعد غياب يمكن طويل شوية نسبيا على الكرة الألمانية في على منصات التتويج. نعم، دعني أشرح وبكل أمانة، نحن لسنا الفريق أو المنتخب المرشح للفوز باليورو هذا العام أو هذه النسخة. نعم، أظهرنا أداء سيء جدا ونتائج سيئة جدا في الأعوام الماضية وخاصة في كأس العالم في قطر، وكان هناك إخفاقات كبيرة للكرة الألمانية والمنتخب الألماني بالأخص في المسابقات الكبيرة في الآخر في الأعوام الأخيرة. هناك مباريات ودية حدثت، وهناك يعني نقدر نقول بعض التطورات في الأداء في أداء المنتخب الألماني، وقد تكون هناك بداية جيدة مع ناجلسمان، اختيار عناصر قد تكون مناسبة في الوقت الحالي لطبعا تمثيل المنتخب الألماني في طبعا كأس أوروبا لهذا الموسم هذه النسخة. أتصور أننا سننافس، نعم سنكون خصم قوي في البطولة ولسنا مرشحين، لأن منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا ومنتخبات أخرى هم من وجهة نظري الأفضل في هذه. كانت نفس الأسماء مرشحة وكانت إيطاليا بعيدة عن الترشيح وفازت أعتقد بآخر نسخة من اليورو. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا توماس شرانس نجم بايرن ميونخ ونجم منتخب ألمانيا السابق، وكل التوفيق لألمانيا في استضافتها البطولة. أعتقد ألمانيا لما تنظم بطولة هتكون بالتأكيد على أعلى مستوى، وأعتقد أنها واحدة من أقوى البطولات اللي بينتظرها عشاق كرة القدم. منتخبات قوية جدا بتشارك فيها، أسبانيا كأس عالم مصغرة يعني، أسبانيا إنجلترا فرنسا ألمانيا هولندا وحتى بلجيكا النهاردة واحد من المنتخبات القوية جدا، يروح هازارد ويجي من وراه دي بروين ويجي من بعده دوكو وغيرهم من النجوم الكبار جدا. بلجيكا الحقيقه اللي قدرت تعمل نقله نوعيه.